هل ممكن اشكك الا التشكيك في الزمن؟ انا عمري ما هشكك في زمن، ولكن انا محتاج حد يطلع يقول لي انت بتجامل ليه نادي النادي الزمالك، وماليش علاقه بنادي الزمالك بالمناسبه، ما يهمنيش، لكن انا بلاش اسم نادي الزمالك. هو ليه حضرتك بتجامل نادي على حساب ال 17 نادي اللي باقيين؟ يعني لو الموضوع ده حصل مع النادي الاهلي هل كنت هتعمل كده؟ انا النادي الاهلي لا يقبل ان هو يحصل معاه كده اساسا. طب النادي الاسماعيلي مثلا، ما هو ممنوع من القيد لغايه دلوقتي، طب ما تساعد النادي الاسماعيلي وتقف مع النادي الاسماعيلي او شوف له مخرج، ايه رايك؟ فاتحاد كره القدم عمال يخش في من اليمين والشمال، قال للزمالك ايد اللاعب باعتباره لاعب حر، لكن نفس النادي اللي هو الزمالك ما كانش مسموح له في نفس هذه الفتره يقيد ثلاث لاعبين منهم لاعب حر اللي هو حمدي النقاس. طب ازاي؟ نادي الزمالك نفسه لما تعاقد مع الجزيري اعلن انها اعاره، ثم تم تفعيل بند الشراء فيها من يوم 1 يوليو السنة اللي فاتت، وفي نفس الوقت كان ممنوع من قيد اللاعبين بعقوبات رسمية من الفيفا. وكان لو تفتكروا حضراتكم في ذلك الوقت كان بيقيد عمر كمال عبد الواحد وشبانة، ولكن ما حصلش، حتى حمدي النقاز اللعيب الحر لم يتم قيده. عرفتوا يعني ايه حبيبك ببلع الزلط الغلط ولا الزلط؟ عرفتوا يعني ايه الكيل بمكيالين؟ لما تقرير للجنه الشفافيه ومكافحه الفساد، هل اسلام اللي سمى الموضوع ده ولا جمهور الاهلي اللي سمى؟ الوزاره هي اللي مسميه الموضوع كده، وفيها قضاه على اعلى مستوى محترمين وعلى دماغنا من فوق. مكافحه الفساد التابعه لوزاره الشباب والرياضه اعلنت في تقرير رسمي ادانه الاداره التنفيذيه لاتحاد كره القدم في اخفاء خطاب استضافه نهائي دوري الابطال الافريقي، واللي حصل ده تسبب في خساره النادي الاهلي ماديا ومعنويا وخساره بطوله كانت ستضاف لسجل النادي الاهلي ومن قبله سجل بطولات الانديه المصريه. اتحاد كره القدم بمجلس ادارته ما عملش اي حاجه ولا خد اي اجراء. النهاردة بكل الأزمات دي اتحاد كرة القدم ما عملش أي حاجة خالص ولا خد أي إجراء لغاية حتى هذه اللحظة. لكن اللي أنا عرفته من مصادرنا طبعا، والموضوع ده بالنسبة لي مثير للدهشة والاستغراب، إن في خلال الفترة اللي فاتت يعني كان هناك خلاف عنيف بدأ ما بين الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم من أسبوع تقريبا. وصل لأن الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد سجل الموضوع في مذكرة رسمية داخل الاتحاد ضد المدير التنفيذي، ومن يومها حتى هذه اللحظة المدير التنفيذي لم يظهر في المباريات ولا منتخب أول ولا منتخب أولمبي، رغم أنه كان دائم الحضور للمباريات سواء داخل مصر أو خارج مصر. لكن المثير بقى بالنسبة لي للدهشة والاستغراب ان الخلاف ده مش بسبب ازمة الخطاب الاولاني اللي هو استضافة نهائي دوري الابطال، ولا هو بسبب ازمة التضارب والتراجع الاداري الغير مسبوق والغير مبرر ضد النادي الاهلي في اتحاد كرة القدم خلال الفترة دي. طب بسبب ايه؟ طب يمكن يكون مثلا بسبب ارسال استدعاء لاتنين من لاعبتنا المحترفين برا مصر لأندية غير اللي بيلعبوا فيها؟ لا برضو، لا برضو. ولكن طلع أو المذكرة دي اتكتبت بسبب كلام قاله المدير التنفيذي في إحدى الرحلات الخارجية، ما عجبش طبعا رئيس الاتحاد، فلما وصل له الكلام بدأ الخلاف أو بدأ هذا الخلاف من أسبوع، ولا بسبب أهلي ولا بسبب خطابة استخبى ولا بسبب تقرير لجنة الشفافية ولا بسبب ان المعلومات المغلوطة اللي بيتم ارسالها للاتحاد الدولي. كل ده مش فارق، ولكن هو اتحاد كرة القدم هيفوق امتى من النوم؟ دي كلمة مش اللي انا قلتها،
اللي اتقالت وخلت استاذ جمال علام يغير او يعمل المذكره دي ضد الاستاذ وليد العطار. طب يا جماعه يعني اين مصلحه كره القدم المصريه؟ هل مصلحه كره القدم المصريه ملهاش اي اعتبار؟ هل سمعه كره القدم المصريه لدى المؤسسات الدوليه ملهاش اي قيمه؟ الحقيقه حاولت ان انا انتقي المصطلحات ان انا بتكلم بيها، لانه اللي بيحصل ده ما فيش غير حاجه واحده بس ممكن اقولها، غيبوبه اداريه كرويه داخل مقر الاتحاد.